بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ندخل تفاصيل الكلينيكال اندودونتكس شابتر 2 اللي يتحدث عن الاندو انسترومنتيشن. طبعا معروف بالنسبة لنا انه الاندو تريتمنت تمر بمراحل متعددة تتضمن المرحلة الأولى هي الاكسس اوبننج، المرحلة الثانية بها هي الانسترومنتيشن، والمرحلة الثالثة الاوبتوريشن. بالنسبة للتفاصيل الاكسس اوبننج اطلعنا عليها بالمرحلة الرابعة من ناحية الشيب اوف اكسس اوبننج ومزايا الاكسس اللي تخليني توصل الى البلب تشامبر واسوي كليننج للكورونال بلب كافيتي ويعطيني اكسس للاورفيسز اوف ذا كانال ان اوردر تو بريبير ذم فور اندو فيلينج. الانسترومنتيشن فيز يتماشى بشكل آني مع الاريجيشن. هذني الاجراءين اثنيناتهم ضروريات ومهمات للانسترومنتيشن. الاوبجكتيف اوف انسترومنتيشن از تو كلين ذا كانال اند ديس انفكت ذا كانال از ويل از شيبينج اوف ذا كانال. A cleaning of the canal from the remnants of the pulp and the necrotic debris. احنا قلنا بالاكسس وبال يعني الاندو تريتمنت اول شيء نسوي للانفلامد بلب انه نسوي له ريموفال ونسوي له بلب اكستربيشن. احيانا اذا الكيس او الكنال اكو بيها صاير بيها كرونيك بلبايتس فما راح تلقى انفلامد بلب، ممكن انت تلقى الكنال دراي او تلقى بيها بقايا بسيطه من البلب. ممكن اذا تعرض البلب الى نكروسيس بعد فتره تلقى فقط بقايا نكروتيك ديبريز، ممكن تلقى بيها بكتيريال جروث وتلقى بيها بس. فالكليننج يشمل رفع هذه كلها البقايا مال البلب والريمينانس مال البلب والنكروتيك ديبريز من القناه. الريموفال اوف ذا بلب والكليننج اوف ديبريز از نوت انف ان اوردر تو دو ا بروبر اوبتوريشن. ليش؟ لانه غالبا ما نلقى بالماتشور توث اند روت فورميشن نلقى نارو كانال. فاذا انت لقيت نارو كانال من خلينا نقول من الصعب، اذا هو مو من المستحيل، من الصعب انه تسوي اوبتوريشن التايني اور نارو كانال، ومن الصعب انه تملي الراديكولار سبيس هذا الكانال سبيس the proper obturation material وتوصل للفول working length اذا ما تسوي لها shaping. الشيبينج يتضمن slight widening and getting a funnel shape of the canal. يعني مثل ما نشوف هنا بالراديوغرافس اللي معروضة اكو عندي قنوات محشاية بحشوة الجذر. تشوف هنا لو ما احنا موسعين القناة ومطيها هذا الشكل المخروطي من المستحيل انه توصل عندنا الابتوريشن ماتيريال للابكس وللفول وركينج لينث بصورة صحيحة. وكذلك من الصعب انه يوصل الارجنت والارجيشن ماتيريال للأبيكال ثيرد ويسوي لي كليننج بصورة صحيحة إذا ما إحنا مسوين وايدنينج and flaring of the canal. إذن أكو مثلا بعض الأطباء يسألون يقولون أنا إذا الكنال كلين
وما بيها نكروتيك دبريز، استوى صاير بالبايتس. وسويت اني ريموفال اوف ذا بالب. ليش اسوي انسترومنتيشن؟ خو اقدر اني اسوي فولينج مباشره، نقول له من الصعب انه توصل للفول وركينج لينث، من الصعب انه تسوي دراينس للكنال وتسوي لها اريجيشن اذا ما تعطيها سلايت وايدنينج اند شيبينج in order to get access and to treat the canal wall and dentine wall خلينا نقول properly. Okay. إذن هو cleaning and shaping. بالنسبة لهذا الـ cleaning and shaping نستخدم به عدة تقنيات. أكو cleaning وشيبينج يعتمد على الهاند فايلز اند ريمرز اللي تعلمنا عليها بالمرحله الرابعه. لتسهيل الانسترومنتيشن كذلك اخترعنا فايلز اند ريمرز كان بي اتاتشد تو هاند بيس نسوي بها انسترومنتيشن اند وايدنينج تو ذا كانال. بالاضافه الى ذلك نقدر نسوي كليننج للكنال باستخدام سونيك اند الترا سونيك تيبس. هذه اجهزه وتبات معينه ممكن تدخل للقناه وتسوي لها كليننج باستخدام الالترا سونيك فايبريشن. تقنيات حديثه تعتمد على الفايبر اوبتكس في ايصال الليزر راديشن انسايد ذا كانال ان اوردر تو either cut from dentine and can be widened by laser, by high energy laser, and can be disinfected by using laser radiation. بالنسبة للانسترومنتس اللي تستخدم داخل القناة، اكو عندنا هاي الانسترومنت الانترا كانال انسترومنتس، اكو بيها فد تصنيفات وفد مواصفات بسيطة لازم احنا نتعرف عليها. هذه الانترا كانال انسترومنتس تتصنف اما عن طريق الماتيريال مالتها او عن طريق الكروس سكشن، او تتصنف او تتغير مواصفاتها عن طريق تغيير التيبر مالتها. الديزاين مال تيب مالتها يختلف ويتصنف الى اصناف الى اخره من ناحيه السايزنج واللنث. من ناحيه الماتيريال بشكل عام الانترا كانال انسترومنت، يعني هاي الريمرات والفايلز اللي تستخدم بداخل القناه، بشكل رئيسي تصنف الى صنفين رئيسيه اللي هي اما تكون ستينلس ستيل او تكون مبنيه على النيكل تيتانيوم. الستينلس ستيل انسترومنت تكون هارد، تفيدني بالكاتنج. اذا اريد اسوي وايدنينج للكنال واريد اسوي كاتنج اوف دنتين واريد اسوي انسترومنتيشن وشيبينج يفيدني الستينلس ستيل فايلز اند ريمرز. لكن احيانا نلقى كنال كيرفتشر، نلقى اكو فد سيفير كيرفتشرز اور irregularities انسايد ذا كانالز، بحيث انه يصير من الخطر استخدام الستينلس ستيل ريمر بداخل القناة. لذلك نلجأ الى انسترومنت القطع مالتها يكون اقل لكن تكون اكثر مرونة. فاخترعوا لي النيكل تيتانيوم انسترومنت اللي هي تعطيني فلكسيبوليتي لكن طبعا القطع مالتها نتوقع انه ما تعطيني وايدنينج كلش عالي لانه الكاتنج راح يكون اخف بالنسبه للفلكسيبل انسترومنت، لكن تفيدني بانه تاخذ الكنال شيب تدخل للكيرفشر وتدخل للتايني ارياز مثلا عندي لاترال كنال داخل الجذر احتاج اقدر ادخل لها باستخدام النيكل تيتانيوم انسترومنت. الصورة توضح لنا انه الستينلس ستيل اذا اقدر اني اغير شكله
يتعرض إلى بلاستيك ديفورميشن، بحيث أنه لما نغير شكله يثبت على الشكل المطلوب. لكن النيكل تيتانيوم انسترومنت بها إلاستيك ديفورميشن، لما نغير شكلها ترجع للشكل الأصلي. هذا دليل على مرونة هذا المتل وإمكانية دخوله بالقناة وتتبع الشكل القناة. بالنسبة للتيبر، التيبر of the instrument هو زيادة السايز مالتها وزيادة الديامتر مالتها كل ما اتجهنا باتجاه الهاندل. يعني بداية الانسترومنت تكون بسايز دائما، ثم الديامتر مالتها يتوسع كل ما اتجهنا باتجاه الهاندل. بالبداية هذه الدرجة مال هذا الميلان وهذه الزيادة بالقطر مالتها تسمى التيبر. يعني لما تشوف اكو ريمرز يقول لك التيبر مالتها 2%، معناها انه القطر مالتها يزيد بكل مليم، يزيد 2% من القطر الاساسي. ايش قد الدايمتر اللي بتب ورا مليم تلقاه زائد 2%، وهكذا يزيد كل مليم 2% الى ان يوصل بالدي 16. الدي 16 هو بعد 16 مليم عن التب مال الريمر، تصير الزيادة اذا كان 2% تيبر تصير زيادة 0.32 مليمتر زيادة عن القطر في منطقة التب. اوكي، بالنسبة اذا زاد عندنا التيبر هاي الزيادة راح تشوفها اكثر. شوفوا هنا الريمر يزيد 0.96 مليم من التب مالته. هذان اثنيناتهن هن نفس القطر بالبداية، لكن الزيادة بالقطر هنا اكثر لانه التيبر مال الريمر عالي. اذا اللو تيبر راح تلقاها متدرجة بشكل خفيف، الهاي تيبر انسترومنت تلقاها تتوسع بشكل كبير لما تتجه باتجاه الهاندل. هذا يفيدني بالفليرنج وبالوايدنينج اوف ذا كانال. مثلا هاي الصورة توضح لي الفرق بالتايبر بين هذا الريمر وهذا الريمر. هذا الكي فايل اللي حجمه 30، هذا التيب مالت قطرها 0.3 ملي. كذلك هذا الاف 3 هو بدايته تعادل قطر هذا، هم بدايته 0.3 ملي. لكن شوف لما تتدرج باتجاه الهاندل هذا شقد خفيف، وهذا البروتايبر فايل شقد يكون اوسع بال 16 مليم عن التيب. هذه هي زيادة التايبر. زيادة التايبر تفيدني بانه تقلل عدد الانسترومنت اللي استخدمها حتى اسوي وايدنينج للكناب. يعني احنا اذا كان التايبر قليل راح استخدم انسترومنت هواية واصعد بالسايز يلا اسوي فليرنج للكنال، لكن اذا كان التايبر عالي معناها باستخدام عدد قليل من الانسترومنت نقدر نسوي فليرنج للكنال. بالنسبة للتب، بداية الانسترومنت الانترا كانال انسترومنت تتقسم، اما تكون نون كاتينج، احيانا تكون كاتينج، احيانا تكون اكو بيها سموث انجلز، احيانا تكون بيها ما يسمى بالبولت نوز، اكو بيها مقدمه تخلي الانسترومنت تكون سنترد بداخل القناه والجوانب
هي اللي تقطع من الدنتين. وظيفة هذه البولت نوز انه تسوي سنتراليزيشن للانسترومنت بداخل القناة، ما تخليها تحفر من السايدز اوف ذا كانال. الكروس سكشن يغير بمواصفات الانسترومنت. اكو عندنا هواية تغييرات بالمقطع العرضي للانسترومنت، وكل ما تغير المواصفات مالتها. بشكل عام مثلا اذا كان مثلث راح يكون مور كاتنج، لانه الزوايا مالته راح تكون بها كاتنج انجلز، زوايا حاده. اما اذا كان مثلا مربع راح تقل هذه القطع. اذا كان مثلا بهذا الشكل راح يشتغل اكسكافيشن للوول، يعني مجرد انه يسوي تجريف للسطح ما يقطع من عنده. فاكو انسترومنت تقطع من الدنتين تسوي وايدنينج، اكو انسترومنت تسوي جاست سكرابينج اوف ذا وول اند كليننج اوف ذا وول ان اوردر تو ريموف دبريز. الكاتنج بليد بشكل عام للانسترومنت الكاتنج اريا تكون 16 ملي، بس احيانا اكو فد روتري انسترومنت اللي تستخدم بالهاند بيس حتى يقل اللود على الانسترومنت، قد تلقى الكاتنج بليد مالتها 10 ملي فقط. فهذا يصير اختلاف باللنث اوف ذا كاتنج بليد. السايزنج اوف انسترومنت هنا أنا مثل ما نشوف هذا يسموه ايزو ستاندرايزد انترا كانال انسترومنت سايزنج، اللي هو طلعنا عليه بالمرحلة الرابعة. تدرج القنوات حجم 15 هو يدل على انه هاي الانسترومنت المقدمة مالتها وبدايتها تكون 0.15 مليم، هذا 0.2 مليم. يعني هذه ال 25 حجم الفايل تقسمه على 100 يطلع لك قطر التب مالته. ال 25 يكون 0.25، ال 30 0.3 مليم يكون القطر مال مقدمه الريمر. ثم التدرج مالته بالنسبه للايزو التيبر مالته الميلان 2%. اكو انسترومنت قد تستخدم تيبر اعلى لزيادة قلنا الفليرنج اوف ذا كانال. الفايلز اند ريمرز اطلعنا كذلك عليها بالمرحلة الرابعة. الريمرز تكون الكروس سكشن مالتها تراينجولر، لما تصير تراينجولر تقطع اكثر تعطيني مور كاتنج اند وايدنينج اوف ذا كانال، وتكون اكثر مرونة. لكن الفايلز تكون الكروس سكشن مالتها مربع وتلقى علامة المربع على الهاندل مالتها، تستخدم بالفايلنج اكشن يعني البوش بول اكشن ان اوردر تو ديبرايد ذا كانال، نعم السطوح وتنظف القناة من الدبريز، والقطع مالتها يصير اقل من الريمر. اكو عندنا الهيد سترون فايل، هذه الكاتنج بليد مالتها تكون ريفرس اكشن يعني الكاتنج بليد تكون معكوسه، تقطع فقط في حركه السحب من القناه. فهذه تفيدني في ريموفال اوف دبريز، مثلا ريموفال اوف كوتن بليت، اكو عندك مثلا ريتريتمنت وتريد ترفع الجتا بيركه من القناه، تقدر تستخدم الهيد سترون فايل. البابد بروتش هو عبارة عن سناجد شفت، يعني شفت من المعدن وبي أسنان used to remove the pulp attached to the pulp and used for pulp extirpation.
اكو عندي تغييرات بالكروس سكشن مال الانسترومنت حتى تعطيني مرونه اكثر، وحتى تعطيني مثلا قطع اكثر، مثل الكي فليكس فايل اللي يكون شكل الكروس سكشن مالته معيني، الفليكس ار يكون اكو بي موديفيكيشن بالتيب مالته بحيث يصير نون كاتينج. هذه عبارة عن قلنا حتى تشوفون شلون اكو موديفيكيشن في مواصفات الريمر بحيث انه نحصل على اكشن مختلفة. التيتانيوم ريمرز تتمتع بالفلكسبيليتي يوزد فور كيرفد كانالز. يجي على جانب مهم من الانسترومنت اللي هو الروتري انسترومنتيشن. الروتري انسترومنتيشن يوز انجن دريفن هاند بيس، يعني اكو عندنا فد انترا كانال انسترومنت تستخدم لل مثلا وايدنينج اوف ذا كورونال ثيرد، او لتوسيع الاورفيس فقط، او لتحضير مكان بوست. يعني اذا اريد اني اسوي بولدر واحفر من الجتابيركه حتى اثبت مثلا برغي التثبيت للحشوه اللي هو يسموه بوست، هذا استخدم ما يسمى بالبيسو ريمرز. واكو عندي الجيت سجلدن فايلز، هذني استخدما لتوسيع الاورفس مال القناه حتى اقدر اني انظف القناه. هذا هو البيسو ريمرز اللي يقطع من الجتابيركه ويقطع من داخل القناه حتى نثبت بيها سكرو او بوست اللي يستخدم فور اكسترا ريتنشن. ذني عباره عن ريمرز. هذا الاندو موتور. الاندو موتور هو انجن يعطيني سرعه ثابته بالهاند بيس بحيث انه الريمر اللي يستخدم بيها راح يفتر بسرعه بطيئه ولكن يكون بعزم عالي. اكو عندنا الهاند بيس اللي تتثبت بالجهاز، هذه يسموها اير دريفن، يعني الفره مالتها مبنيه على ضغط الهواء، فهذه ما تستخدم بالاندو. ليش؟ لانه تكون سرعتها عاليه بنفس الوقت ماكو قوه للدوران، يعني هذا الريمر سرعه عاليه بس يلقى ممانعه بداخل القناه راح ينكسر. لذلك ما ننصح باستخدام الاير دريفن هاند بيس بداخل القنوات، يستخدم لها انجن دريفن. الانجن دريفن تكون السيطرة على فرة الريمر كهربائية، فيفتر بسرعة بطيئة لكن إذا لقى مقاومة راح يقطع، يكون أكو بيه عزم قوي والفرة بطيئة تقلل من تعرض الريمر للكسر، ويكون كنترولد، يعني السبيد والعزم اللي تسلطه بداخل القناة أنت تقدر تتحكم بيه وتنظمه قبل القطع. بشكل عام استخدام الروتري ريمرز بداخل القنوات بشكل عام يستخدم نيكل تيتانيوم، حتى لان هو هذا غالبا يستخدم الكيرفد كانالز وبوستيريور تيث وكذا حتى يسهل الانسترومنتيشن مالتها، فيحتاج الى هاي فلكسبيليتي انسترومنت ويستخدم النيكل تيتانيوم ماتيريال. الروتري انسترومنتيشن يحتاج الى لابريكانت، واكو فد يعني شروط لازم احنا ننفذها يلا نسوي روتري انسترومنتيشن. كمثال على الروتري انسترومنت هو البروتايبر سيستم. البروتايبر سيستم احنا طبعا هن الانسترومنت اللي تستخدم داخل قناه كلش هوايه، لكن كمثال وابرز هاي الانسترومنت واكثرها شيوعا بالمكاتب حاليا هو البروتايبر انسترومنت.
البروتايبر انسترومنت يتكون من 3 شيبرز اند 3 فينيشرز، بعدين ضافوا له الاف 4 والاف 5. يعني بالخلاصه 3 شيبرز اند 5 فينيشرز. الشيبر فايل هذا شنو؟ هذا اكو عندك الاس اكس اللي يوسع البدايه القناه، اكو عندك الاس 1 يوسع الكورونال ثيرد. طبعا النظام اللي يتبع هذا الريمرز هو الكراون دام تكنيك، يعني توسع الاورفيس ثم الكورونال ثيرد، العفو هذا الاس 1 يوسع الكورونال ثيرد، هذا الاس 2 اللي هو الحزام مالته ابيض يوسع الميدل ثيرد، ثم الابيكال ثيرد يتوسع باستخدام اللي بيه الحزام الاصفر، يوسع لك الابيكال ثيرد يسموه اف 1 يعني فينيشر رقم 1، يوسع لك الابيكال ثيرد الى حجم 20. ثم يجي الاف 2 ابو الحزام الاحمر اللي يوسع لك الابيكال ثيرد الى حجم 25، ثم الاف 3 اللي يوسع لك الابيكال ثيرد الى حجم 30. اكو جماعه بالبدايه نزل لحد الاف 3، بعدين قالوا احنا نريد نستخدمه مثلا ببريمولر او القناه واسعه ونريد نكبرها بعد اكثر من 30، نزلوا لهم الاف 4 اللي وسع الابيكال ثيرد الى حجم 40، والاف 5 يوسعها الى حجم 50. هذه السلسله يسموها بروتايبر انسترومنت. يعني شنو بروتايبر؟ يعني بروجريسيفلي تايبرد انسترومنت. التايبر مالتها مختلف، مو 2% زياده اكو بالتايبر في مناطق وتقل في مناطق، ميل السطوح مالتها مختلف، لذلك هذا التايبر يختلف، راح يخلي لك الريمر يشتغل في منطقه معينه. لذلك صار عندي اكو ريمر يشتغل بالكورونال ثيرد، واكو ريمر يشتغل بالابيكال ثيرد، راح يقسم المناطق بالقطع بحيث اللود على الانسترومنت راح يقل ما تنكسر، وبنفس الوقت انت مسوي كراون داون تكنيك، مسوي وايدنينج ونازل للابيكال ثيرد وانت مرتاح. اوكي، هذا هو الشغل البروتايبر سيستم. الكروس سكشن مالته يكون بهذا الشكل تراينجولر، لكن شويه مطي بلك على الجوانب حتى يطي ريجيديتي حتى ما ينكسر، وال كاتينج انجل مالته تكون تقطع تكون حاده. الاهم الشروط قلنا اللي تتبعها بالروتري انسترومنتيشن، لازم يكون عندك ستريت اكسس للقناة، لازم القناة تشوفها وتوصل لها بسهولة حتى الريمر عندك ما ينكسر وما يتعرض الى لود ممكن يقطع لك من اما اذا تعرض الى لود وما صار دخل بشكل جيد بداخل القناة ممكن يسوي لك بيرفوريشن او ممكن الريمر ينكسر. فلازم عندك ستريت اكسس تو ذا كانال، لازم اكو لبريكنت بهذا القطع، تستخدم الريجيشن بصوديوم هايبوكلورايت او تستخدم اي دي تي اي كريم، وراح ناخذ احنا بالريجنت ماتيريال شنو دور هذني الريجيشنز. اول شيء تشيك لازم القناه باستخدام الراديوغراف وباستخدام السمول سايز انترا كانال انسترومنت، يعني اول شيء تشيكها بريمر اعتيادي حجم صغير 10 15 حتى تشوف يسموها الباتنسي اوف ذا كانال، يعني هل انه القناه عدله ومهيئه للانسترومنتيشن لو اكو بيها بلوكج او اكو بيها فد سيفير كيرفشر. تقدر تستخدم ماجنيفيكيشن، اكو مكبرات حاليا ممكن استخدامها حتى تشتغل بداخل القناة. تستخدم تورك متوسط وتستخدم لو سبيد، لازم تكون سرعة بطيئة للروتيشن مال الانسترومنت حتى تسيطر عليها. الضغط بداخل القناة لازم يكون جنتل، الريمر لا تسلط عليه ضغط بداخل القناة لأنه ينكسر.
يشبهوها بالقلم رصاص، وكلش يعني هو مقطوط وتريد تحافظ على التب مالته ما تنكسر. لازم التدرج بالسايزنج اوف انسترومنت يكون اكو تدرج، يعني انت ما يصير تجي توسع القناة رأسا بحجم كبير، لازم تقطع من عندها شوية شوية وتتدرج بالشيبرز وبالفينيشرز. لازم قلنا تغسل القناة بين كل عملية قطع، بين ريمر وريمر لازم الدبريز هذه تغسلها من القناة. بعد تنظف الانسترومنت اثناء القطع. اثناء الانسترومنتيشن لازم تكون بيدك قطنايه تقطع من القناه وتنظف الريمر وترجع تقطع مره ثانيه حتى ما تسوي لودينج اوف دبريز انسايد ذا كانال، بس تلود الدبريز بداخل القناه. ممكن انه تسد لك الابيكال ثيرد وراح تغلق لك القناه بعد ما تقدر تنظفها بسهوله. هذه الروتري ريمرز لازم ما تستخدم بكثرة، أكثر شيء 3 أو إلى 5 كيسات، أكثر من عدها هذه راح تصير بها فتيق الانسترومنت وتنكسر. فماكسيموم تستخدم في 5 حالات. الانسترومنتيشن تكنيك، عملية الانسترومنتيشن شرحناها بالمرحلة الرابعة. أما عندك conventional widening of the canal على طول ال working length، أو يكون عندك step back يعني widening with decrease in the working length، أو يكون عندك crown down widening from the coronal third to the apical third. هذه التقنيات اللي تتبعها بالinstrumentation of the canal. بعد الinstrumentation تحصل على الماستر ابيكال فايل اللي هو لارجست فايل ذات ريتش ذا فول وركينج لينث. هذا مهم لازم تسجله. ليش؟ لانه على اساسه تخلي الجتا بيركه بالاوبتشريشن. الستيب باك فليرنج اوف ذا كانال يفيدني بانه اقدر اسوي لها اوبشريشن للقناه بسهوله، اقدر اغسلها بالاريجيشن بسهوله، ثم راح اسوي كليننج للميدل ثيرد وللكورونال ثيرد فاتاكد من نظافه القناه. الكراون داون تكنيك مثل ما قلنا الفليرنج اند وايدنينج كورونال اذا ابيكلي يفيدني مثلا بالكيرفد كانال، يفيدني اذا صار اكو صعوبه بالاكسس. التضيق الكونستركشن بداخل القناه يقلل هو تاثيره. ليش؟ لانه راح اسوي اني الكورونال وايدنينج فاقدر اقطع بشكل متدرج، ولما اقطع من الميدل ثيرد ماكو مقاومه على الريمر موجوده من الكورونال ثيرد. المقاومة تكون فقط بالمنطقة اللي أنا دا أقطع من عدها. أثناء الانسترومنتيشن الاريجيشن راح يصير بتر لأن أنت موسع الكورونا ثيرد. راح لما تنزل الريمر للأبيكال ثيرد أنت عندك الميدل والكورونا ثيرد نظيفات، فما راح تدفع دبريز ولا تدفع مايكروبز للابيكال اريا. ما راح يصير عندك تغيير بالوركينج لينث. ليش؟ لانه احيانا اذا كيرفت كانال وانت اشتغلتها على كل الوركينج لينث بعد ما تسوي لها ستريتنينج ممكن الوركينج لينث يتغير، لكن بال كراون داون تكنيك انت مسوي وايدنينج يلا توصل للابيكال ثيرد فما راح يصير عندك تغيير بالوركينج لينث. هاي الصورة التوضيحية وضح لكم شلون يسوون كراون داون
widening. هنا أنا إذا أكو كيرفتشر لازم أوسع الكورونال بارت بحيث أنه الريمر يدخل ستريت بداخل القناة. الانترا كانال موفمنت كعادة وكمراجعة لكم طلعنا عليها الرابع ونكررها هسه. الريمينج اكشن شلون تصير؟ انه تقطع من القناة وتسحب الريمر وتنظفه من خلال ال كوارتر تير كلوك وايز موفمنت او روتيشن. الفايلنج اكشن هي عبارة عن بوش بول موشن ان اوردر تو ديبرايد ذا كانال وول اند سموثن ذا كانال وول. اكو عندي الكوارتر تيرن فايلينج تقطع وبعدين تسحب الريمر. اكو عندنا السيركمفرنشال فايلينج اللي هو فايلينج اكشن مع الضغط على السطوح حتى نسلط او نقطع من كل وول على حده. اكو عندنا البالانسد فورس موشن. البالانسد فورس هي عباره عن كوارتر تيرن كلوك وايز بعدين تخلي صبعك على الانسترومنت وتفرها انتي كلوك وايز ثلاثة ارباع الفرة ثم تطلع الريمر. الغرض من هذه البالانسد فورس انه تسوي لودينج للدبريز، البقايا اللي قطعتها من الدنتين تلودها وتجمعها بالريمر اثناء السحب حتى تحصل على بتر كلينينج. هذه كلها الطرائق اللي نتبعها بال widening of the canal. أكو سؤال عندكم أو شيء ما واضح طلابنا؟ لا دكتور جدا واضح. ممتاز. إذا نلتقي الأسبوع القادم، تابعون هاي الملازم وتابعون المحاضرات، وإذا عندكم أي سؤال توجهونا إياه بالميت أو تكتبوه بالتعليقات بالكلاس وإحنا إن شاء الله نجاوبكم عليه. وأهلا وسهلا بكم.